انا في الديمقراطيه، انا صوتيت عندي رئيس واش دخلك، عندي الرئيس تاعي واش دخلك، حبيت كيف ما في البوفوار يا ولاد خالد تومي الخنفوسه، يا ولاد الفرشيطه الفالحين، الفرشيطه تاعكم تقصيره ما لبسهاش الفالحين، وكيما في قبيله تهضر حتى قبايلين، قبايلين الصح، قبايلين سيرفيس فور لاجيري، انتوما قبايل سيرفيس تاع فرنسا، هذا هضر حتى قبايلين، وكيما في الجزائري ماشي ضحركي، واكي العلامي واكي ميو، تحية الجزائر، تحية الجزائر، اسمع 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 شنقريحة مجاهد قال لك لي جينيرال كوبا نسمع لي جينيرال بيزار تاع فرنسا بيزار 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 وديكور يا ولاد ديكور يا ولاد ديكور يا ولاد ديكور قبيلة قبيلة شوفوا اقلاق ذا قبايلين ذا قبايلين الصح تحيا الجزائر ماشي ضحرك اقلق ذاتي باش نخدم كانت شم تامور تامور تنغ جزاير وادي الاعلام النغ اويد الاعلام اويد دار الاعلام ارى الاعلام ارى الاعلام وادي الاعلام النغ غادي نتغف وادي كينا وادي الاعلام يطفي جدي يرحم ربي وادي الاعلام هادو ما حركه خبرجيه لغتنا هي العربيه والاسلام لي تروا برينسيپ لي فوندامونتو دو لالجيري الاسلام اللغه العربيه لغتنا والرايه الوطنيه رايتنا السلام عليكم تحياتنا خالتي من خبرجيه هم الخوانه السلام كتهضروا على الشاويه تقولوا الرايه الامازيغيه ما عندناش رايه امازيغيه عندنا رايه وطنيه شوفوا خلقوها الشاوي تكميني غير شاويين دي حرور الشاوي ذا حرور غرنا غيش من الرايث الرايث ديش الرايث الشهداء الرايث الشهداء وليش الرايثين نتشي فونت وليش انا تفرشيت وليش تفرشيت غرنا غير الرايث الوطنية اللغز اللغز العرب اللغز البربرية ستين ديالكت لهجة ما هيش لغة ما هيش لازم تفهموها حبوا يقسموا الجزائر شوفوا راية فرشيطة داروها الفوق والراية نتاع الجزائر داروها لتحت يحبوا يقسموا البلاد يا الشعب الجزائري حلوا عينيكم وخاصة الرسالة إلى أبناء الأوراس دافعنا على الإسلام وعلى أوروبا عقبة صحابي الله يرحمه شهيد مهما كان عقبة صحابي فوق رسالنا الإسلام هو الدين تاعنا اللغة العربية تبقى اللغة العربية هي اللغة تاعنا والراية راية الشهداء ما عليها هي الراية تاعنا ما كانش راية أخرى الدليل خاوتكم تشوفوا من اللور راية الفرشيطة الفوق وراية تاع راية الشهداء الوطنية تحت السلام عليكم هادو خوانا خوتي هادو باعوا الضمائر تاعهم والله صدقوني فيهم نساء ماهمش نساء كي يخبطوا انا قبايلي الشارع في طرقان وجاو هنا انا جزائري قبايلي جزائري شاوي الحمد لله جزائري قبايلي هاي راه يصور فينا قولوا خذوا أنا رايتنا وحدة والله الذي لا إله غيره الله يرحم مصطفى بن بنعيد الله يرحم الشهداء والله ما عندهم والله صدقوني ما بهمش البلاد ولا يدافعوا عن البلاد ما بهم والو بهم يقسموها بهم المصالح هادو هناك تشوفوا فيهم يحوسوا على لي بوست يديروا الشونتاج لهيه يحوسوا على لي بوست تحية الجزائر بقاو نخدموا بلادنا عندنا رئيس نحاسبوه نحسبوه عجبنا حاجه ما عجبتناش نهضروا معاه ما عجبناش نبدلوه نبدلوه لا ما عجبناش تحيا الجزائر هذه هي الجزائر هذه هي الديمقراطية سي صرا ديمقراطية فوالا خاوتي سمحوا لي بارك الله فيك السلام عليكم والسلام عليكم والسلام عليكم انا نحيتها ازول في الاول كيني دا قبايلي كسرت ولاش ازول في الاول كيني دا مسلم انتوما خبرتي تقولوا حاجه انا نحيها انا جزائري عايش شوف انا كابر في حياه شعبيه كبر مع الحراشي كبر مع الشاوي كبر مع العنابي مع الباتني مع الوهراني عايشين خاوة خاوة مع الصحراوي عندنا 70 لهجة في الجزائر جزائرية هاملك الحماية الفرنسية شوف 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 الحماية الفرنسية شوف شوف الحماية جاهم من رونفور اعطونا مانيفيستاسيون فوق روح حتى هذا سلام عليكم
السلام عليكم. بون احنا عندنا ميساج، احنا جينا نظاهروا باسيفيكمون باش نعبروا على راينا باللي هذوما الناس ما يمثلوناش، وما همش الجزائر هذوما الناس، هذوما عباره عن خونه، هما عباره عن عملاء. اغزر لا بروف، شوف اللي جابوا الامن نتاعهم، شوف جابوا الامن نتاعهم. خاوة خاوة ولاد فرنسا مع خاوة. لازم الشعب يشوف كيف تكون الحماية الفرنسية لهذه الشرذمة أو لهؤلاء الشرذمة. جابوهم قدام القنصلية الفرنسية في الجزائرية في باريس، هم يحميوا فيهم، هم جاوا بالليفيلو وعندهم الستون تاعهم التم نفس الشيء. ثلاثة من الناس، واحد قبايلي واحد شاوي، حركوا لهم النوار تاعهم. هم هادو هم اللي تبعوا فيهم يا اللي نعرفكم يا جماعة اللي نعرفهم، وحاطينها بالله ديمقراطيه، وحاطينها بالله واحد. القضيه ماهيش قضيه ديمقراطيه ولا يحزنون، قضيه مصالح. عندهم مصالح يستفادوا منها. دوله فرنسيه عندها مصالح انه تبعث الناس هذوما لتحريك وزعزعه الاستقرار وامن الجزائر. والحمد لله هم ها واحد شاوي قدامكم، ها واحد قبايلي، ها واحد شاوي اللي عملته بلاد فيلميته، وكان معاهم واحد وهراني. ثلاثه من الناس عملوا لما يقدروش يعملوه، ما عمباليش الناس بزاف. المهم ثلاثه هذوما عبروا على الوطنيه تاعهم، عبروا على حبهم للجزائر مهما تكون، مهما تكون الصفه تاعهم. تعلموا باللي في فرنسا انه الاحتكاك والتجمهر ممنوع، ممنوع باتا. والدليل على ذلك انهم يمنعوا حتى الجيليجون تاعهم باش يتظاهروا. هنا شوفوا باللي راهي تحت حمايه فرنسيه، بحمايه فرنسيه، ها قدام القنصليه، عم حاصرين القنصليه باللي فيلو. الناس منظمه، الناس عم بالها واش قاعد تعمل، الناس كلش مخدوم من الأ حتى الزاد. وش راح نقول بعد الامر هدايا، انه كل واحد يساند هؤلاء الشرذمه فهو خائن الوطن لا محاله. اي واحد يتقدم المجمع ممنوع، اي انسان يتقدم للمجموعة هذيك اللي محاصره القنصليه مهما تكون. هاي الحمايه الفرنسيه، هاي الحمايه الفرنسيه، انه مستحيل واحد يقدم لهم.
ولا يتحك الاحتكاك بهم. شوفوا كيف تكون الامور، كيف تمشي الامور. ممنوع اي واحد يقدم لهم، هم حمايه، عندهم حمايه، عندهم حمايه وحمايه قويه ثاني. شوف من الناحيه الاخرى، من ناحيه الاخرى، شوف انه الحمايه كيف ما تكون. هذه ما كل جاي الحمايه، الحمايه هذه كل جايه باش تحمي خوانا. الحمايه هذه جايه باش تحمي الناس اللي جاوا بالفيلو، مانيفستاسيون بالفيلو. فهمت.